اهلا بيك، مساء الخير يا فندم. اهلا بيك. اولا ممكن اسال على يعني لما السياحه اتراجعت بعد 2011، طبعا اهتمينا بقى بالسياحه الداخليه، فكنت ممكن اعرف كيفيه ان انتوا زي نشطتوا السياحه الداخليه في الفتره دي بالذات، ان هي كانت هيبقى التركيز عليها اكتر اي على المصريين او السياحه المصريين. انا في البداية انا عاوز اكون اكثر صراحة شوية في موضوع الخاص بالسياحة الداخلية. السياحة الداخلية احنا كنا دائما ابدا في وقت الازمات نلجأ للسياحة الداخلية، نقول احنا عاوزين سياحة داخلية سياحة داخلية. بالقطع طبعا الموضوع الخاص بالسياحة الداخلية اصبح يعني دلوقتي ضرورة بالنسبة لنا، يعني احنا زي ما نقول تعلمنا الدرس. كيف تعلمنا الدرس؟ ان السياحة الداخلية يجب ان تكون واحدة من اهم الاساسيات التي نرتكن عليها في السياحة اجمالا، السياحة اللي بتدخل او هي جزء من النشاط الاقتصادي بتاع الدولة. السياحة الداخلية انا في تقديري ان اصبحت ضرورة، اصبحت استراتيجية هامة يجب ان توضع لها حتى تستمر السياحة الداخلية وحتى تبقى إلى يعني ما شاء الله، لأن هي جزء أساسي في المكون الاقتصادي بتاعنا. وأنا عاوز أقول إذا ما نهضت السياحة الداخلية تنهض السياحة الخارجية، يعني في الواقع إن السياحة الداخلية هي الأساس والتمهيد لنهضة احنا عاوزينها في السياحة الخارجية. كل اللي خدناه من السياحة الدولية سنة 2010 لسنة الذروة 14.7 مليون سائح جم عندنا مصر هنا. احنا بنتحدث عن 90 مليون مصري ممكن يتغولوا في ربوع مصر، ممكن يتشوفوا مقومات مصر. طبعا الاهتمام بالسياحة الداخلية اصبح ضرورة. أصبحت السياحة الداخلية هي التي تحمل قدرا كبيرا من الأهمية. وضعت استراتيجية تقدمنا بيها إلى الكثير من الجهات. هذه الاستراتيجية اللي صممناها هنا في هيئة تنشيط السياحة من قطاع السياحة الداخلية وبمعاونة كافة الزملاء هنا، إن استراتيجية قلنا فيها ان يجب السياحة الداخلية ان نهتم بيها ونرقى بيها، وان رقيها واهتمامنا بيها في تقديرنا وصل نسبته الى 40% من اجمالي السياحة اللي بتجي لنا مصر هنا. 40% 40% دي اما نيجي نحسبها بحساب بسيط في وقت ازمة زي اللي احنا فيها، الازمة دي اثرت على فنادقنا، اثرت على مقابلات، اثرت على الحركة اللي جاية لنا بشكل كبير. لكن لو استخدمنا السياحة الداخلية وحققنا التارجت بتاعنا أو الهدف بتاعنا في نسب امتلاء أو نسب إجمالا من الانتقال والسياحة في مصر هنا قدره 40%، ده هيفي بأشياء كثيرة أوي. من ضمنها إن هيعمل دخل طبعا للفنادق بتاعتنا، هذا الدخل يستطيع المالك من خلاله أن يدفع أجور العمالة التي هربت بالفعل أثناء الأزمة. يعني عمالة مدربة ذات خبرة اضطرت إن هي تسيب عملها، تتجه إلى دول أخرى، تتجه إلى مهن أخرى، لأنها فاتحين بيوت. هناك يعني أسر بتعتمد على الدخل اللي كان قادم لها من السياح. إن طبعا إحنا كان عندنا خطط وكان لدينا خطط إن إحنا نمشي في استراتيجيتنا زي ما هي. المهرجانات التي كانت تؤدى في السياحة الداخلية استمرت بشكل كبير. هذه المهرجانات ان احنا بنغير فيها الصورة عن مصر والانطباع عن مصر. عندنا برنامج طموح قوي بدأنا فيه اللي هي مبادرة مصر في قلوبنا. مصر في قلوبنا دي كانت موجهة بقى للسياحة الداخلية بشكل كبير قوي. هذه المبادرة التي وجهت الى المصريين نجحت نجاح منقطع النظير. واللي حصل ان هي عملت نسبة اشغالات كبيرة جدا في مصر هنا. بدأناها بشكل محدود في اجازات اخر العام، ثم تناولناها ايضا مرة اخرى في اجازات نصف العام، وكانت بتدعم من وزارة السياحة بمبالغ للمواطن المصري المسافر والمشتري لهذه البرامج. احنا قررنا
ان احنا نستمر في هذه المبادرة لفترة اطول، يعني طوال العام. طوال العام المبادرة دي تخلت ايضا عن الرحلات التي كانت تقدم للمواطن المصري في المحافظات البعيدة، وكمان بقى دخلنا في رحلة اليوم الواحد، رحلة نهاية وعطلة نهاية الأسبوع، رحلات أجازات المواسم، الرحلات الطويلة زي أجازات نصف العام وزي أجازات آخر العام. كل ده هيدعم المواطن المصري للبرامج اللي هيشتريها من شركة مصر السياحة باعتبارها شركة قومية، باعتبارها أكبر الشركات التي لديها منافذ، 40 منفذ ممكن تعرض رحلات السياحة الداخلية فيها على في أنحاء الجمهورية بحالها. زي ما بيقولوا إن الرحلة مثلا هتبقى ب 750 جنيه، لكن الأسرة فيها 5 أفراد أو 4 أفراد، يبقى برضو مبلغ أصبح كبيرا. لكن إحنا قررنا إن إحنا ندعم المواطن المصري اللي هيشتري البرامج الخاصة اللي عرضها مصر للسياحة في سعر تذكرة الطيران نفسها. احنا عندنا هنا ادارة كاملة اسمها ادارة التوعية السياحية، عندنا 36 مكتب سياحي داخلي، من اهم الادوار التي يقوم بها هي توعية المجتمع المحيط بالمكتب ده بقيمة السياحة، ليس قاصرا على المجتمع المحيط ايضا، ولكن احنا بنروح وبنتخطى هذا الحاجز وبنروح للمدارس وبنروح للكليات وطلبة المعاهد العليا. العيد داخل علينا فعلا، هناك أنشطة كثيرة جدا، ولكن الأحسن من الأنشطة أنا عاوز أقول لحضرتك عليه دلوقتي وبلغولك، أن المؤشرات تقول أن جميع المحافظات البعيدة عن درجات الحرارة العالية اللي هي مثلا عندنا محافظة جنوب سيناء، عندنا محافظة البحر الأحمر، عندنا الساحل الشمالي بصفة عامة، الإسكندرية، عندنا العين السخنة هنا على مقربة مصر، وبعض المحافظات زي جنوب سيناء في رأس سدر مثلا، على اعتبار أن رأس سدر أقرب نقطة في محافظة جنوب سيناء إلى القاهرة وإلى العاصمة. فأنا المؤشرات كلها تقول أن هناك نسب إشغال في الأعياد وما بعد العيد هتبقى عالية جدا، قد تصل في بعض الفنادق إلى أكثر أو إلى 100%. ده معناه أن المؤشرات تقول أن هناك سياحة داخلية وسياحة يضاف إليها بعض السياحة الخارجية التي تأتي إلينا، سوف تمثل نسب كبيرة قوي في هذه المحافظات أيام الأعياد القادمة بإذن الله. طبعا ده مؤشر لإيه؟ مؤشر أن الناس بصفة عامة ابتدت تطمن إلى الشارع المصري، إلى بعض الاستقرار الموجود فيه. أضف إلى ذلك ما حدث في الأيام القليلة الماضية من أن ألمانيا وإيطاليا رفعوا الحظر السفر إلى محافظة جنوب سيناء، وده طبعا اللي كان تم بعد حادث طابة بتاع الأتوبيس الأليم. فالحظر فعلا اترفع دلوقتي، السوقين مؤثرين جدا، ألمانيا من الأسواق التي تخطت حاجز المليون، ألمانيا من أهم الدول التي توجه السياحة للعالم أجمع، إيطاليا كانت هي الدولة الأولى التي كسرت حاجز المليون سنة 2004 في زيارات الإيطاليين إلى مصر. فطبعا الدولتين مهمين جدا. أهم ما في الموضوع في رفع الحظر للدولتين دول أن منتظر أن هناك دول كثيرة تتبع طبعا ألمانيا وإيطاليا وترفع الحظر عن جنوب سيناء أيضا. بالقطع ده سوف يكون له تأثيره الإيجابي على السياحة المصرية. رحلاتنا اليودلي خلاص هتبتدي إلا ثلاث رحلات أسبوعيا، يبقى هيبقى فيه للهند 7 رحلات أسبوعيا، ده هيؤثر تأثير إيجابي، لأن الهند من الأسواق هي والصين أسواق الواعدة بالنسبة لنا، الأسواق التي نهتم بها بشكل كبير الأيام دي.
ايضا ان هناك الاتفاقية زي ما قلت لحضرتك بتاعت الطيران خلاص قد تحققت، وان هيبقى في رحلة لمصر الطيران 3 رحلات اسبوعية للعاصمة نيودلهي، بالاضافة الى 4 رحلات الى مومباي. ده طبعا هيأثر تأثير بالغ. هناك آمال معقودة أن في خلال ال4 سنوات القادمة نرتفع بعدد ومعدل السياحة من دولة الهند إلى مصر، وقد نصل في خلال ال4 سنوات دول إلى 1 مليون سائح هندي. طفرة كبيرة جدا في السوق الهندي بتحدث دلوقتي، ابتدى هناك تصورا دائما إلى الخروج والزيارات الدول الأخرى. أصبح لديهم أيضا قدر كبير قوي من الولع والاهتمام بسياحة السياحة الدينية، خصوصا رحلة العائلة المقدسة التي نتبنى مشروع كبير لها في هذه الأيام، أن نعيد الترويج إلى مسار رحلة العائلة المقدسة. كنا الأسبوع الماضي في اجتماع هام جدا انا كنت برأسه من جانب السياحي في طنطا في الدير هناك مع نيافة الأسقف وأبونا بولا اللي كان مهتم بموضوع ده، هو اللي جمع خلاله كل الآباء في الكنائس والأديرة التي مرت بها رحلة العائلة المقدسة لنتحدث ولكي نزيل العوائق والمشاكل التي تعترض مسار هذه الرحلة. الرحلة دي بدأنا في تطوير 5 مواقع هامة جدا، منهم موقعين في القاهرة المطرية والمعادي، 3 مواقع في القاهرة وفي مصر القديمة كنيسة العذراء، وأيضا وادي الناترون، دير وادي الناترون، وأيضا دير الكنيسة العذراء في دير مواس وجبل الطير في المنيا ودير المحرق في أسيوط. أنا أعتقد مثل هذه الرحلة إذا أعدنا الرونق لها وعدنا الترويج الصحيح لها سوف يكون لها تأثير إيجابي على السياحة بصفة عامة. كلنا نعرف أن سكان العالم بيتجاوزوا حوالي 7 مليار نسمة، ثلاثة ونص مليار نسمة من الإخوة المسيحيين. لو احنا في تقديرنا أخذنا 1% فقط يعني 35 مليون، فاحنا هيكون ده هدفنا المقبل في الخطة بتاعتنا الطويلة، ان احنا نحصل على مثل هذه الارقام العالية. فده انا بتكلم على منتج سياحي واحد، فما بال حضرتك عندما نتحدث عن سياحة علاجية رائعة عندنا في مصر طبيعية وليست سياحة اكلينيكية. لا، ده احنا مواقع السياحة العلاجية عندنا في كل محافظات مصر وليست في حلوان. إذا ما اتكلمنا على سياحة المغامرات عندنا الواحات من أول الواحة الداخلة والخارجة إلى أن نصل إلى سيوة، طبعا كل هذه المقومات السياحية الموجودة عندنا اللي ابتدينا دلوقتي نضع أقدامنا وخطواتنا الأولى فيها، يعني بالقطع ده سوف يؤثر تأثيرا إيجابيا على الترفقات السياحية في مصر في المرحلة القادمة بإذن الله. الله يخليك، شكرا.